يقوم بأمور مثلا اللي تخص مثلا نظام المنافسة، جمعية عامة استثنائية. وبالتالي ما ورد في المادة 29 ثلاث نقاط هذيك، يقولك هذو ثلاث نقاط بهذو بالذات ما تقدرش جمعية عامة عادية تأخذهم، ولكن لازم يناقشوا في جمعية عامة غير عادية. وبالتالي الجمعية العامة إنها عادية وغير عادية، على كل حال الكورون ما يتبدلش، الفوت ما يتبدلش، ما كان حتى شروط الاسماء ما يتبدلوش. وبالتالي الجمعيات العامة العادية اللي تجتمع مرة واحدة في السنة راح تجتمع لمناقشة القانون التقرير الأدبي والتقرير المالي، ومن بعد ما خلاص ما نجتمعوش لازم نجتمع جمعية عامة استثنائية لمناقشة تغيير نظام المنافسة، لأنه لازم يناقش في جمعية عامة.